بنحييكم عم شاشة تلفزيون لبنان ورح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكولة. أنا كيفك هدى؟ منيحة؟ كل شيء منيح؟ أنا كتير بحبه. إيه اليوم عن استروغانوف الدجاج وكلش. أول شيء في شغلة كتير مهمة، الكلش بدنا تقريبا كبايتين من الحليب البارد لنقدر نتش العجينة، يعني هاي العجينة لتنتش معنا بدنا ننقعها بشوية حليب نحن عم نشتغل فيها، ساعتها بنعملها دورين فيها وبنحشيها وبتطلع معنا عجينة الكلاج وبنقليها. الاستروغانوف كمان هون عنا توم، في ناس بحطوا توم في ناس ما بحطوا توم، فيكي كمان تضيفي 4 صوص توم لاستروغانوف لصرت الدجاج. أصبح استروغانوف بدي 800 جرام دجاج، رز 300، صدر الدجاج، توم 4 صوص، بصل كبير مفروم ناعمة، كرات بنا تقريبا ضلع، بابريكا حلوة ملعقتين صغار، طحين 3/4 الكوب بس للت الدجاج وقليه بالزيت. بعدين عنا رب البندورة أو معجون الطماطم ملعقة كبيرة ونص، شوية ماي، وبيطلع عنا استروغانوف الدجاج. أخيرا بدو كريمة سائلة يلي هي بتعطي نكهة كتير مميزة. أما بالنسبة للكلاش، عجينة الكلاش متوفرة بالمحلات الحلوة العربي، في معامل لإلها بيشتروها، بنلتها أول شيء منتشتشها أو منحط لها شوية حليب لنطري العجينة، نعمل قشطة على النار، حليب مكثف يعني كامل الدسم وشوي نسبته أكثر من الماء بالنسبة للحليب العادي دوبانه، بنحط معه 2.5 ملعقة من نشاء الذرة، بنحط معه مزاه ومورد اليمامة، وبنحط معه مسكي، وأخيرا كمان بنحط معه شوية كريمة ليطلع عنا القشطة. أول طاق بحط الحشوة بقلبها، بسكرها على بعضها، برجع ملت التسكير بحطها على القطعة الثانية اللي كمان كون حطت لها شوية حليب بارد ومتشتشها، بعدين نقليها بالزيت ونحط عليها شوية قطر، نحن بدنا نساوي 400 جرام من السكر للقطر، شوي منهم حطهم مع القشطة من السكرات والقطر مع قشرة حامض، بس نقلي القطايف على النار، نحط عليها شوية قطر، منزينها بالفستق الحلبي المطحون وزهر الليمون، وبيتقدم على حدا كمان، بيتقدم على حدا كمان القطر، لكل شخص يحط قد ما بده، ويفضل بالإفطارات إنه الكلاج يكون فاتر، نحن عم ناكله طيب وشهي ومنقليه دغري عند الطلب أو عند الإفطار. أول شيء بشو بدنا نبلش؟ يلا هون في بدي بالأول القشطة لتبرد معي، بدي ركبها على النار. القشطة يلا برافو. بنحط حليب ومي، حليب يعني مي 3 كبايات، حليب بودر، نحركهم صغير ولي، منضيف معهم دغري نشاء الذرة، شوي من السكر، وهودي للقطر. بهالوقت اللي هن للقطر يحطهم كمان للقطر، أنا بدنا نشتغل فيهم دغري، سكر بنحط له ماي، مع قشرة حامض، وبصير عنا القطر من بعد الغليان 4 دقايق. فينا بالأخير نحط له قشرة من الحامض.
هيك بيكون لك لجنة تقلي علي، لأنه الدجاج قوام تطلع معي كستروغانوف، بس بهمني القشطة استعملها بيردي شوي أو شئنها فترة مع العجينة لتزبط معي. ايه اوكي هلأ منجيب طنجرة لنبلش بستروغانوف والأرز سوا، ومناخد اتصال. ألو، قطع الاتصال. هاو منحط طنجرة، منحط فيها قطعة زبدة، ومنضيف عليها البصل الناعمة، أنا بهالوقت بغسل الأرز وبنقعه شوي صغيرة، دايما الأرز هو معقم ومغسل، بس دايما التعبئة تبعه أوقات واحد ليكون على ضوء أكثر، يفضل غسيله 3 مرات. هلا بدي افرم الكرات والثوم، هاو منصير نحرك شوي شوي للقشطة، بنحطها على نار اخف شوي، وبفرم الكرات هون بصير تشد. هلا بدنا ننتبه لها، يعني مرحلة شوي دقيقة، ولازم تكون القشطة شادة شوي مشان ما تبرغي تكون عم حركها. ضيف لها الكريمة السائلة، عم دسمها هون، بطفي النار وبضيف لها المسكي ومظاهره موارد اليمن، دغري من القنينة مباشرة من المعمل على المستهلك. هاي المسكي دقة، نفتحها ومنحطها فوق، كمان الموارد من يمامة اللي هن سبونسر للبرنامج، منحركها. طفينا النار، يعني هاي شغلات بدنا نتعلمها، النار طفي، وهيدي هي عنا أحلى قشطة. منجيب جاط ومنسكبها بجاط بصحن صغير صغير، بجاط بتبرد ما بيأثر. شايفين شو هالقشطة الحلوة؟ نخلي الشريط فيها لكل شوي نحركها لتبرد معنا هاي القشطة. برجع للكرات وأكلة ستروغانوف، نفرم الكرات MNC بهالطريقة، برجع بفرم الثوم
الطرق اللي عم سويها يعني ورا بعضهم هي الطريقة الصحيحة منشان تعطي نكهة استروغانوف الدجاج اللي أنا بدي إياه. توم قلنا في ناس بحطوا في ناس ما بحطوا، ذوق هذا بيجي. بينفرم الثوم بهالشكل. كمان بينضاف لإلون. وأنا بدي أحرك بعد شوي الكف لأنه في ثوم منشان القشطة. لو قدمتها هيك بخاف ينزل شيء عليهم من الثوم، شلته للكف برجع بحركها للقشطة. هاي القشطة لك شو حلوة منشان تبرد معي وتصير منها كتير سخنة. هلا بنقطع الدجاج. ميرسي ست هدى. القطر نطفي عنه خلص بجنن. هنحطه على جنب شوي. يلا وطفي النار على استروغانوف لنكون بلشت نقلي. بعطيكي مقلاية بنحط فيها شوية زيت لنقلي قطعة الدجاج. هلا بدنا نلتهم اليوم بالطحين. ايه نعم. منقطع قطعة الدجاج امنسي وهون كمان بحرك. كل ما بتجيني فرصة بحركهم شوي ليبرد. نجيب الدجاج نقطعه هيك وبرجع هاودي خليهم يبردوا عمهلهم هون. نحط هيدي هون. يلا زيح هاودي لهون. حطيلي شوية بابريكا على الطحين وشوية ملح كمان. نقطع الدجاج هيك الدجاج امنسي شوي عنك هون منشان زيت حامي. بننزل قطع الدجاج الملتوتي برجع
بنقطع اخر قطعه. بس ينقلوا الدجاجات بنحطهم دغري فوق البصل والثوم والكرات بالطنجره. فينا نقدم مع رز، اليوم نحن رح نقدم مع رز بهالشهر الفضيل، وفينا نقدم مع باستا، وفينا نقدم مع خضار، يعني اي شيء فينا نسويه مع. وبناخذ اتصال. الو الو الو، بونجور، كيفك شيف انطون؟ منيح منيح، يا هلا وسهلا. بدي اسالك كيف بيعمل فوارغ؟ الفوارغ؟ انت بكساوي فوارغ؟ لا، لانه كل مره عم بيطلعوا منهم يعني مستويين منيح. يلا تكرم تكرم. الدجاج عم يتقلى. حط بهالوقت ماء على النار منشان الأرز ليكون عم يغلي وقت ما نسوي الرز. أول قصة من الدجاج تقلى، ننزله نرجع منحمي الزيت على المقلاية ننزله. ومنقول الو. الو الو، اهلا ست اديل، كيفك؟ الو، مرحبا شيف، كيف احوالك؟ كيف الحال؟ منيحه. اول شيء عيد مبارك عليك. ميرسي ميرسي. ينعاد عليك يا رب. مزبوط، تسلمي كلك زا. وينعاد على كل شخص اسمه انطوان او طوني او طانيوس. شفيع. مزبوط شيف انطوان. نعم. يطول عمرك يا رب ويخليك على هالمحطه الحلوه. تسلمي تسلمي، وخلينا اياك وضلك بصحتك وضلك تتصلي فينا كمان. شيف انطوان؟ ايه عيني. عندي سؤالين. يلا بخاطر. هيدي الستروجونوف يلي هلا عم تعملها. نعم. بتنعمل على سمك بزري؟ لانه خمنتن هو مثل السمك البزري. ما بينعمل على سمك البزري. بتنعمل سمك البزري بغير طريقة، بس ستروجونوف بزري ما بتزبط. ما بيزبط؟ ما بيزبط. لا؟ بيفصح بيكسروا كثير رقيق ورفيع. بيكسروا. نعم. او بدك تقليهم مشان تحطيهم بشي فايش ممنوع بطنجره. نعم. مع شويه صوص ودغري يتقدموا، لانه اوان بتكسر سمكه البزري مع الصوص. نعم. يعني بصير شقف، بصيروا مثل مخلوطه. وثاني سؤال كيف انطوان؟ نعم. القصه يلي عملتها. نعم. تبع الكلات. نعم. تزبط هاي هي زيتها تبع القطاير ولا غيره؟ لا، هيدي السيدة تبع موجودة. هيديكي اسمك بتعمل. هيديكي سميكي. نعم، تبع القطايف سميكي. نعم. قشطة جاهزة هيديك. هيدي كريمة سيدة. كريمة موجودة بالسوبر ماركت، لأنه هاي رخوة أكثر من هيدي. مزبوط. وإذا ما بدك تستعمليها زيدي بعد على نفس عيار الحليب الماي اللي حطيتن عنا. نعم. ملعقتين كبار حليب بودر بيمشي الحال. عدلنا العيار اعمل معروف. فكرة معيوني. ينعيد عليك شيف، يطول عمرك يا رب. تسلمي تسلمي. عن قلب انت عايدك اكثر. شكرا، كلك ذوق عيني. يلا باي. ميرسي. باي. فكرة. بنحط الفطر.
بنحركوا شوي، نرجع رب البندورة، نلقى رز ملح حطيتي نحكي طلعوا ملحين هلا. ومنقول ألو. ألو. مرحبا شيف أنطوان. مرحبتين يا ألو سهلة. كيفك؟ ماشي الحال. ألو سهلة فيكي، مين معي؟ معك المدام زهرة ملاح. يا ألو سهلة فيكي. أهلا فيك، يعطيك ألف عافية على هالأكلات الطيبة. تسلمي، كلك ذوق. بس بدي أعزك كعك العيد هذا مش محسن فيه أبدا، بس يطلع طري هيك مش يابس أو شيء. بدك تخبزيه على نار قوية. ايه اذا عياره مزبوط ليطلع طري، ضلوا طري. ايه بدك تخبزيه على نار قويه وما تدور النار يلي هي من فوق، يمشي حلو بيطلع على بيطلع طري بعدين. يعني تدوري من الفرن من فوق؟ لا لا، ممنوع من فوق. من تحت بس. كيف من تحت كيف بيعملوها؟ انا ناسي كم شغلي فيها. نعم، كيف بيعملوها؟ عم قول ايه. تكرم عيوني، تكرم. اوكي نعم، بس قلي الله يخليك كيف بيعملوه. يلا بتحطي كيلو طحين عادي، نص كيلو طحين فرخة، خميرة البيرة ملعقتين صغار ونص، بيكون باودر، خلص بيكون باودر ملعقة صغيرة ونص، سمنة نص كباية، زبدة باكيه صغيرة وشرحة أو سمنة نص كباية وملعقة كبيرة، سكر 3 كبايات، محلب ملعقتين صغار ونص، حليب بودر كباية ونص. بخلطيهم كلهم سوا مع بعضهم وبتفرك السمنة والزبدة مزبوط معهم. فيك تحطي معهم قليل من مية اليانسون إذا بدك. بعدين بتضيفي شوية ونتفة صغيرة كبشة قرنفل، نتفة صغيرة برجوز طيب قليل كتير نكهة. بتضيفي عليهم مي فاترة، يعني حطيتي إصبعك بالمي ما بتحسي إلا بفطور مش حريق، وبتعجنيهم تتركيهم يرتاحوا ساعة، تعمليهم حبال، بتلفيهم، بتشكليهم بالشكل اللي بدك اياه، بتزخرفي بالمقاطع أو كمان بتلتيهم بالسمسم، بتحطيهم على صواني ملمع زيت، تتركيهم يرتاحوا ربع ساعة قبل الخبز، تخبزيهم على نار قوية، النار من تحت والصينية من النص وطالع، وهيك بيضلوا طرايا. يلا ضيف الخردل وبدنا نملح مباهر. يلا وملح وبهار. بنحط خردل ملعقة كبيرة وبناخذ اتصال. الو 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 بونجور. بونجور. بونجورين، يا اهلا وسهلا. بليز شيف أنطوان، بدي اسألك، عندي رب بيخلص مدته بشهر 7. شو هو؟ مرتبين رب كبير تخلص المدة تبعوله بشهر 7. ينتهي بشهر 7. ايه، في اغلي انا ارجع وحط له ملح خشن ولا خلص ما بيزبط؟ لا استعملي بعد، عندك 3 شهرين لشهر 7. قصدي في اعمل هيك مثل ما عم بقول لك، حط ملح واغلي ولا خلص بيخلص الترم؟ خلص. هلا اذا حطيتي نتفة ملح صغيرة واغليتي بيزيد شهر، شهر ونص مش اكثر. اوكي. انا ميرسي لك. تكرمي. هاي القشطة عم نحركها. يلا بنجيب لنبلش. خلصت، ما بقى في شيء. ما في شيء، بنحط معي ما تغلي. وبدي تجيبي لي جات الكبير، اكبر جات عندنا لنحط فيه ال ايه، بس بليز شوية معي. حطي بعد. خلص بنحركها. بعد ناقصها كريمة للاخر. أوكي. اخر شيء الكريمة. هاي اوكي. جات مدور بدنا لنساوي فيه العجينة.
انا بلش ذوب الحليب نعمل الكلش. حط ماي كبايتين، بنحط الحليبات فيهم. يلا اوكي، بدنا نشتغل فيه. القطر منزيحه على حدا، خالص القطر ما بدي شيء، بنحطه على حدا ونستعمله. أنا رح بلش بالتحضير، حشوة مش تحضير الكلش مع بعضه. شيل الشريط، حركي ليون شوي ونحط ملعقة كبيرة فيه. شوفوا هون كيف يشتغل. أصغيره هون، نوس النار، نوس النار لأنه أوين بيستوي الجيش. تبولي شوي جات فاضي، حيلا جات أو صينية، منحط فيه شوية حليب بارد. بدي تشتش العجينة هيك، هاي منسميها التشتشة، وما بيسوى كتير يعني، بس بدي تشتشها بدي دغري اشتغل فيها، لانه اذا ما اشتغلت فيها بتخزق. بيجي منحط قشطة، نعم خفيفة، حطي بسكر هيك وهيك وهيك وهيك. بدك تعطيني جات بعد؟ هيدي طحين قليل كتير الزيت فيها، نسبة كتير ضعيفة ونتفة نشاء الذرة. برجع بشيلها لأنه حساسي، حطها هون. بدي أعمل وحدة تانية كمان نفس الشيء، بتشتشها، حمي الزيت أول شوي ليحمى. شايف ما بنحط اثنين فوق بعض؟ لا ما بياخدوا. بشيلها بحطها عليها، بسكرها، وبرجع دغري على النار. ايه بس تيحمى شوي، مضطرين لأنه بتخزق أو بنحطهم على النايل. يلا برجع بعمل وحدة تانية على طول، وحدة مع وحدة. قشطة قشطة فاترة عشان هيك عم ضل سخنة عليها، يعني هلا هي حسيتها من ايدي، لازم تكون بعد ابرد القشطة. نحن بلشنا فيها اول الحلقة بس اوكي بدها تبرد اكثر. بجيب هيدي بحط عليها، ولا المخرج بالصورة بس
شو ما عملنا هي زيتها رح نستعمل يعني بس ما بتزبط ما بتاخد دشينا هناك وحده لحالها كمان بيمشي لنشيلها ساعتها عشت كتري يعني. هي القشطة لازم تكون بررت أكثر بس لما هي بشي بسها وبشهر وبيطعمها أنا بحطها سخن شوي القشطة بعدها دايما بدها اثنين يعني وحده ما بتكفيها وبعكسها بنحطها شوي لانه نزلناها بارده بس ما بيأثر هيدي احلى هيدي احلى واحلى يعني شايفه لك تطلع هالعجينه رقيقه على في مكانات كله على المكانات كله مكانات هاي ما كان بتسويها يعني ما حدا يقول لي بدي اسويها بالبيت ما بتزبط معي بالبيت هاي دي مكانات نسكرها هاي وهاي بس الكليج منه جديد شايف قديم ايه شو يعني شو من زمان كانوا من زمان لا كانوا يسووها على ايدهم يرقوها عجينه الرز و ودقيق وكذا بس ما كانش هالقد تكون رقيقة كانت تطلع معهم سميكة ما كانوا يضطروا يعملوها مرتين كنت عم نسوي هناك حضري لي جاب الساكت طبعا نسكب فيه للكلاج بدنا جات للكلاج نتوقف مع محطة إعلانية نحن عم نساوي الكلش ومنتابع حلقتنا دايما عبر شاشة التلفزيون لبنان وهلا عم نحضر كلش رمضان وعنا أكلة ستروغانوف رح اسكب الرز يلا اسكبي بهالوقت كمان الوقت كل وحدة بدها اثنين وبناخذ اتصال الو الو بونجور بونجورين يا اهلا وسهلا ماشي الحال اهلا وسهلا فيكي مين معي ليلى اهلا وسهلا بدي اقول لك من يومين كنت عم تعمل الكينوا نعم. وقلت فينا نعملها بالبرغل بس ما فهمت الطريقه اذا بالبرغل كيف ايه نفس الشيء فيكي من زيت الطريقه نعم برغل ناعم ولا خشن لا برغل خشن برغل خشن ايه؟ مال حبه الكينوا قد برغل الخشن مش قد برغل الناعم وبينسلق يعني لا بينطبخ مثل ما انا سويته او بينطبخ مع قليل من الزيت الزيتون الو ايه مع قليل من زيت الزيتون بينطبخ وتستعمليه بالسلطه وفيك يا اذا ما بدك تحطي زيت زيتون بيمشي عادي كمان مثل ما انت بدك بيمشي
شاف سؤاله انه بدها تسلقه للبرغو. بدها تسلقه ايه اكيد بده يستوي. تكرمي مدام، اهلا وسهلا فيك. هلا نحن البرغو بالتبولة ناكله هيك. ايه بس البرغل الخشي عندك وقت، مش مثل البرغل الناعم. البرغل الناعم على الحامض بالتبولة والزيت بتش وبنحط قليل، نحن ما بنكتر. اما البرغل الخشي لا بده نار. ايه اكيد. بده يستوي يعني. اوكي شايف، هلا هون الرز رح نحطه. يلا ليبي. وهلا بس قلبت هدى قالب الرز، رح نشوفه. انا بعدني عم ساوي كلش، هو اخر حبتين. حلو، يلا منشوف المقادير عبر شاشة تلفزيون لبنان. يلا طيب، يلا هودي اخر حبتين من الكليش. وهذا جات استروغانوف. استروغانوف، هلا استروغانوف تبولي شوي. رح نعيد الكريمه بالمطاعم او عندكم مناسبه للدسم فيكم تسووها فيها، بس فينا كمان ما نستعمل الكريمه، مش معناتها بطل استروغانوف. وانا اليوم يخلي لكم الكريمه على حدا وما استعملها، بستعملها بغير شيء لتشوفوا انه فينا تطلع معنا بكل سهوله استروغانوف بدون اي مشكله، وطيب كثير وشهيه. يعني هاو شغلات فينا نتعلمهم بالبيت بكل سهوله ليكونوا معنا غير شكل. بنحط شوية عطر، ايه شوي صغيرة بكبشة أو بملعقة، هاي ملعقة، على كل شوية كلاش لنزينهم بزهر الليمون بنحط لهم زهر الليمون وشوي من الفستق الحلبي.
هي بتحليهم بتعطيهم حياة. مظبوط. بعد فيها شوي. طب يلا مشان يلا. ميرسي ست هدى على معاونتك على الاطباق الطيبه. كان عندنا اليوم صنفنا استرغانوف الدجاج مع الارز، لانه فينا نسويه مع النود، فينا نسويه مع البطاطا والخضره. هي هي الطريقه المضبوطه. بده شوي كريمه اذا كان عندنا ضيوف او بالاوتيلات او بالمطاعم يلي عم يحضرونا من بعض الشيفيه وبحبوا يتعلموا هالاكل على اصولها. وفينا نستغني عن الكريمه اذا ما بدنا دسم ونحن بالبيت او اذا مش متوفر عندنا الكريمه. اما الكلاج بتساوى بهالطريقه يلي هي عجينه الكلاج بتتشتش او بتطرى بالحليب البارد العادي، بعدين طاقين بدنا نسويها بنحشيها بالقشطه. القشطه لازم تكون بارده لانه اول حبتين حسينا انه برا القشطه سخنه بتخزق العجينه قد ما هي رقيقه لانها فتره بتكون. وبعدين بنقليها بزيت حامي وبتعطينا الشيء المطلوب يلي نحن بدنا اياه. وعاده بكلاج رمضان بيقلوا قبل بساعه ماكسيموم او دغري على الطلب، لانه حلو هالنوع من الحلو انه ناكله دغري ورا الافطار طازه. هلا ني في عنا القطر يلي هو عنا بنحطه بوعي ومنقدمه مع، يعني نحن ما كفينا ما حطينا قطر كفايه. هالقطر هذا هو، هيك بده يكون القطر. شوفوا شو حلو. كل شخص قد ما بده بزيد قطر على القطعة يلي بدو إياها. بس نحن بنحط شوي صغيري من القطر عليها هي سخنة، تشرب شوي العجينة مع شوي من القشطة، وبالوقت زيته لطلقت عليها الزينة يلي زيناها فيها هي زهر الليمون والفستق الحلبي يلي موجود. وبرجع بقلكن الاستروغانوف فينا نضيف كريمة فينا بلا كريمة حسب ما انتو بدكن، حسب الشيء المناسبة اللي بتكون عندكم أو بدكم دسم زيادة، والتنينتهم بيطلعوا طيبين وعلى طول على مسؤوليتي. ميرسي ست هدى على معاونتك على الأطباق الطيبة. بحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان وبقلكم رمضان كريم.